هذه المحطة اللي كيتنظم الملتقى الدورة الأولى حول الإعلام والتوجيه. لماذا هذا الملتقى؟ لأن احنا في واحد الظرف اللي التلاميذ والتلميذات مقبلين على اجتياز امتحان البكالوريا، ودائما عندهم واحد الضغط ديال المستقبل بأي مسلك ولا أي شعبة يمكن اللي توجد ليها ولا أي مدرسة ولا أي جامعة. نظمنا هذا الملتقى وحضرنا فيه مجموعة من المدارس والجامعات ديال القطاع العام وبعض المدارس القطاع الخاص في هذا الملتقى، اللي كيمثلوا هذه المدارس الطلبة ديالهم اللي قريب في السن التلاميذ والتلميذات اللي في البكالوريا، كيحاولوا يشرحوا لهم المسار الدراسي ديال كل تخصص على حسب المدرسة ديالهم أو الجامعة، باش التلاميذ كاع الاستفسارات اللي عندهم ولا الأسئلة ولا الخوف اللي عندهم كيحاول ياخذ الصورة أكثر واضحة باش يقرب التلميذ ولا التلميذة ديالتنا من القرار الصائب. وهذا المحطة كذا هذا الملتقى كيستهدف التلاميذ والتلميذات ديال القطاع الخاص والقطاع العام. بالمناسبة كنشكر كل التلاميذ والتلميذات اللي دخلوا في اللجنة التنظيمية باش ينظموا هذا النشاط هذا، والنوادي ديال المدارس العليا والجامعات، الطلبة اللي دخلوا معنا في التنظيم وفي التأطير وفي التعبئة ديال الجسم ديال التعليم في المنطقة باش يحضر لهذا الحدث هذا ويستافدوا منه. فوروم ديال لي زيكول باش بنادم يقدر ياخذ دي زانفورماسيون على لي زيكول اللي غادي يدير من هنا في المستقبل. والصراحه استفدنا بزاف من هذا الفوروم اللي داروا لنا اليوم، وخدينا بلان دانفورماسيون حول لي زيكول اللي كاينين هنايا وداكشي، والصراحه داكشي زوين. كنشكروا المنظمين ديال ليفينمون ديال هذا الفوروم، مدرسه النور جوج والكلوب اللي حاضرين وكاع المدارس اللي حاضرين. هاد لي فوروم زعما كيعاونوا التلاميذ بزاف في الحوايج، زعما باش يعرفوا شنو غيديروا مورا الباك ويعرفوا شنو يديروا في الباك، المدارس اللي عندهم لاكسي ليهم المدارس اللي ما عندهمش لاكسي ليهم. حيت كنعرفوا بان طلبه البكالوريا كيكونوا دايخين ما عارفين شنو يديروا ورا الباك، يعني هذا هو احسن حل باش يعرفوا بزاف ديال لي زانفورماسيون بعد يختاروا ليكول دغيف ديالهم. بالنسبه لشعبه الصيدله فهي كاين واحد المباراه اللي كيدو مباراه مشتركه بين طب وصيدله وطب الاسنان، كدوز في مات فيزيك اس في تي كيمي. ملي كيجتاز طالب البكالوريا هذيك المباراه وكينجح فيها، الا خد شعب الا نجح في شعبه الصيدله فهو كيقرا مده 6 سنين. السنه الاولى والثانيه كتكون عباره عن دروس نظريه وتطبيقيه، في الاخر ديال السنه الثانيه كيتم اجتياز واحد ستاج اللي كيكون مده ديالو شهر في لي فارماسي دوفيسين. من بعد ثوازيام اني حتى هي كتكون دروس نظريه وتطبيقيه، كاتريام اني حتى هي نفس الحاجه في الاخر دروس نظريه. بالنسبه للسنه السادسه فهي عباره عن دي ستاج اللي كندوزوهم في لي زوفيسين لي فارماسي اندستريال فين كيتصاوبوا الدوايات اي لي بيولوجي. سنه صافي اون فوا كنكملوا لا سيزيام اني كيكون عندنا واحد ليكزامان دو فان ديتود، من بعد كنبداو نوجدوا لا تيز ديالها باش كنوليو دي فارماسيان جينيرال. دي انكور بلو كلير لي زيليف اللي مقبلين على الباك و سوا باشلور سوا ترون كومان سوا بروميير اني باك، باش يعرفوا انكور بلوس لي بروغرام اللي كنقراو ونعطيهم اون ايدي كي انكور بلو كلير على لي بروغرام اللي كاينين في ليسكا او لي باركور اللي ممكن ياخذوهم كوم باغ اكزومبل سيكل دو ليسانس سيكل دو ماستر. و جو ريميرسي ليتابليسمون النور اللي عطا اون اوبورتونيتي لي زيليف باش يعطيهم اون ايدي انكور بلو كلير اون فيزيون كي اي بلو كلير سور لور افونير. و سي ان اونور باش نكون هنايا معاكم، و جو ريميرسي انكور اون فوا ليتابليسمون النور بور سيت انورم جورني.